قرار خاص ومكانة كبيرة وتأثير كبير أبعد من الملعب بالنسبة لكرة القدم في إسبانيا. اليوم نشهد انطلاقة موسم جديد من الدوري الإسباني. كل فريق يمثل هوية ويمثل تاريخ وعراقة مدينة منطقته. هنا كرة القدم تلعب من أجل المتعة ومن أجل الشعار ومن أجل أحلام الجماهير. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيداً ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. الكل متحمس اليوم لانطلاقة جديدة وموسم مثير في الكرة الإسبانية. الجماهير العاشقة الكرة تنتظر هذا اليوم. هل يكون الصراع هو صراع ثنائي معتاد كما تعودنا في الكرة الإسبانية؟ أم أن هناك مجال لحصان أسود يظهر كما حدث في السنوات الأخيرة ونشاهد منافسة ثلاثية على اللقب أو حتى رباعية؟ إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. يفضل العودة بالكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها طولية، يحصل على المساحة، يلعب رمية التماس. إنسو فاتي، ليفاندوفسكي. حذر كبير من الفريقين، نقدر نقول انه احترام زائد عن الحاجة. كل طرف يرفض ان يغامر حتى لا يعرض فريقه للخطر. أراوخو يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. كرة طولية من الحارس. يلعبها بينية، إمكانية تسديد، الحكم المساعد لم يرفع الراية. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. ويلعبها أرضية. جوردي ألبا، أنسو فاتي، كيسيب، ليفاندوفسكي. يحاول بكرة من ناحية الركنية. انطلاق الآن من المدافع والكرة تجاوزت الخط هنا. بيدري، الكرة تتجاوز الخط. مونتيز، داردر بدون مخاطرة يعود بالكرة. مونتيز، نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. يبعد الكرة بعيداً عن المرمى، يبحث عن المهاجم. بوسكيتس،
برشلونة يعتمد اسلوب الاستحواذ المستمر على الكرة، واللي دائما ما يخلق جدالا بين من يرى اسلوب ممل واخر من يرى اسلوب ممتع في كرة القدم. لكن بعيدا عن هذه الآراء الشخصية، نحن نتحدث هنا عن اسلوب يحتاج الى لاعبين بمواصفات خاصة من اجل تطبيقه ومن اجل حرمان الخصم من الكرة. أراوخو، أنسو فاتي، استعادة الكرة سريعا، يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. مونتيس، مباراة دفاعية من الطرفين، حذر موجود، محاولات خجولة حتى الآن على المرمى مع طبيعة أداء الفريقين على أرضية الملعب. واضح جدا التعادل منطقي في هذه المباراة، الكل حذر وكأن الكل لا يريد الهجوم هنا، كل متمسك بهذه النتيجة وبهذا التعادل. موجود لإبعاد الكرة. Substitutions taking place. الآن محاولة لرد الخطورة، هذه هي كرة القدم. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، بينية جميلة، في الوقت المناسب يتدخل. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار، الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة، ممتاز في التمرير، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعبها في المساحة. تمريرة جميلة. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. داردر، يحاول تمريرها من بين المدافعين. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم، مباراة